أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. نستأنف بارت 2 في المالتيبل تشويس كويشنز ليكتشر 1 على الأوتونوميك. هي ليكتشر واحدة مقسومة إلى 2 بارتس، وبقول في عجالة تاني إن ده مفيدة جدا، إنها بتلم لك كل الأسئلة بتاعت الأوتونوميك نيرفس سيستم البوسيبل في الإم إس كيو وورد وايد، وازاي تستفاد بيها انك تسمع المحاضرة في وقت انت يعني مستغني عنه شوية، لان ده تعليم بصورة يعني مش هتبذل مجهود، انت بتسمع تسمعها مرتين، وطبعا ممكن مرة وبعد مرة دي تحل اسئلة الام اس كيو من كتاب القسمة او المصدر اللي انت بتشتغل فيه، يعني تعلم الخطأ فقط هو ده اللي تعرفه، والأسئلة اللي غلطت فيها فقط هي اللي تشوف المعلومة النظري اللي بتخصها، دي نمرة واحد، وترجع تراجعهم تاني، لكن ما تراجعش كل حاجة، يعني اللي عملت صح من أول مرة غالبا ده بيبقى صح. نستأنف بارت 2 في المالتيبل تشويس بتاع الأوتونوميك نيرفس سيستم، وهو خاص بالكيميكال ترانسميترز. تعال نشوف الكيميكال ترانسميترز بتاعت الموتور سيستم عموما، سواء كان سوماتيك او اوتونوميك، عشان نشوف الصوره كامله يا اولاد. ورقم السعد هو رقم 2. احنا قلنا ان عندنا 2 كيميكال ترانسميترز. الترانسميتر الاكثر شيوعا هو الاستايلكولين، ثم الاستايلكولين، ثم الاستايلكولين. وتاني ترانسميتر بقولها المره ال20، نور ادرينالين، نور ادرينالين، نوت ادرينالين. لو تخيلت ان ده سنترال نيرفس سيستم، هم اربع معلومات بس يا اولاد، موضوع سهل جدا. يوجد نوعان من الفايبرز مع شق مثل عشق النظام. الفايبرز اللي صادره راسا من السنترال نيرفس سيستم هنسميها سنترال فايبرز، سنترال لانها طالعه من السنترال نيرفس سيستم. اللي صادره من الجانجليا يبقى مش من السنترال نيرفس سيستم، هنسميها بريفرال فايبرز. يبقى في الموتور بارت اوف نيرفس سيستم الفايبرز نوعان، يا سنترال طالعه من السنترال نيرفس سيستم، يا بريفرال طالعه من الجانجليا. موضوع كله اربع كلمات، يبقى سنترال او بريفرال، كل واحد بينقسم الى نوعين، سنترال 2 بريفرال 2. يبقى موضوع سهل جدا لو طفل يستوعبه. السنترال في احتمالين، يا اما تبقى سوماتيك لو هي رايحه للسكيليتال ماسل، يا اما تقولها مظبوط بقى مش اوتونوميك، بري جانجليونيك اوتونوميك لو هي رايحه للجانجليا. يبقى السنترال نوعين، يا سوماتيك يا بري جانجليونيك اوتونوميك. اما البريفرال نوعين اللي هي طالعه من الجانجليا بالعقل، يا بوست جانجليونيك بارا يا بوست جانجليونيك سمباثيتك. يبقى لو انت عرفت الكيميكال ترانسميتر في الاربع حتت دي، انت ملم بالموضوع كاملا، اوتونوميك وسوماتيك، وهالموضوع سهل جدا. نخلص من نصه، كل السنترال فايبرز اللي طالعة رأسا من السنترال نيرفس سيستم ار كولينيرجيك. حتى لطيفة، السنترال بحرف السي، كولينيرجيك بحرف السي، يعني السوماتيك خدناها في النيرفا ماسل بتشتغل بالاستايلكولين. طب والبري جانجليونيك اوتونوميك بتشتغل عند الجانجليا بالاستايلكولين. يبقى كل السنترال استايلكولين. وقلت ليه؟ لانهم وظيفة واحدة، عند السوماتيك مطلوب من الكيميكال ترانسميتر ينقل الكهرباء من النيرف للسكيتال ماسل، هنا من البري جانجليونيك للبوست جانجليونيك، وظيفة واحدة تؤدى بنفس الترانسميتر استايلكولين. طب نيجي البريفرال. طالب ذكي قال لي خلاص انا فهمت انت هتقول ايه. البريفرال ده فيه بوست جانجليونيك بارا وبوست جانجليونيك سمباثيتك، وظيفتان متعارضتان مختلفتان، يبقى ما ينفعش يتأدوا بنفس الترانسميتر. ففي حالة البوست جانجليونيك بارا بتطلع استايلكولين، في حالة البوست جانجليونيك سيمباثيتك ده عكس بقى البارا، ما ينفعش تطلع استايلكولين فبتطلع نور ادرينالين، وعشان كده رمزت له باللون الاحمر. استايلكولين باللون الاسود، النور ادرينالين بتاع الامرجنسي باللون الاحمر. الصعوبه جت منين؟ وده اللي بيجي اسئله، ان في اتنين بوست جانجليونيك سمباثيتك، برغم انهم بوست جانجليونيك سمباثيتك ما بيطلعوش نور ادرينال، بيطلعوا استايلكولين زي البارا، اللي هما البوست جانجليونيك سمباثيتك اتنين، كل حاجه اتنين، اللي رايح للسويت جلاندز دي الاهم،
والبلود فيسلز اوف سكيتال ماسل. الكلام مش على السكيتال ماسل، الكلام على البلود فيسلز اوف سكيتال ماسل. ولو عاوز تعرف ليه راجع المحاضرات بتاعتنا على اليوتيوب تعرف ليه في الاكسبشن ده. طيب يبقى ده يسموهم البريفرال فايبرز. يبقى البريفرال فايبرز في حاله البوست جانجليونيك بارا، كل البوست جانجليونيك بارا بتطلع السيركولين ومعاهم اتنين بوست جانجليونيك سيمباثيتك اللي هم سويت جلانس وبلاد فيسلز وسكيتال ماسل، دول البريفرال كولينرجيك. كل البارا واتنين اكسبشن سيمباثيتك. طيب هنا بقى عندي شويه اسئله. بص احنا قلنا يعني طريقه العبد الله اوديو فيجوال. بص كويس قوي جاليا ماليا للوحه اللي قصادك. اللون الاسود بيرمز للاستايلكولين واللون الاحمر للنور ادرينالين. من هو الترانسميتر الاكثر شيوعا في الموتور؟ استايلكولين. وجاست وان اكسبشن، خد بالك بقى ده سؤال ام اس كيو. مين الاكسبشن ده؟ ما تقولش سمباثاتيك، مش عاوز عبط. السمباثاتيك فردتين بري وبوست جانجليونيك. وجاست الاكسبشن هو البوست جانجليونيك سمباثاتيك. البوست جانجليونيك سمباثاتيك هو ده الاكسبشن، ده اللي بيطلع نور ادرينالين. حتى هذا الاكسبشن لم يخلو من اكسبشن ما عدا اللي رايح للسويت جلانس وبلاد فيسلز او سكيتال ماسل. يبقى ده اول سؤال. يبقى الترانسميتر الاكثر في الموتور سيستم هو الاستايلكولين، اكسبشن واحد هو اللي فيه نور ادرينالين. امتى ما يبقاش استايلكولين؟ لازم تقرا كلمتين جنب بعض، مش سمباثاتيك، بوست جانجليونيك سمباثاتيك. ده اول شرط. ولسه وما يكونش رايح للسويت جلانس والبلاد فيسلز او سكيتال ماسل، لان ده برضو استايلكولين. ده اصعب سؤال هنا. يبقى هيقول لك الترانسميتر في المجموعه دي كلهم استايلكولين، امتى تصحى تتنبه؟ لو قريت كلمتين جنب بعض تتنبه بس. بوست جانجليونيك سمباثيتك ده ممكن يبقى مش استايلكولين. كمل الجمله. لو لقيته رايح للسويت جلانس او البلاد فيسلز او سكيتال ماسل نام تاني، ده برضو استايلكولين. طيب سؤال تاني بطريقه اصعب. يبقى اسيتايلكولين هو الاكثر شيوعا قلنا ما عدا في الحتتين دول، يعني عدا في الحته دي البوست جانجليونيك سمباثيتك ما عدا تو اكسبشن. سؤال بطريقه تانية. بيرتبط في ذهن الطالب ان كل ما هو بارا فهو استايلكولين، وده صح. البارا لم يعرف في حياته سوى الاستايلكولين سواء عند البري او البوست. خد بالك بقى السؤال الصعب. وليس كل ما هو بارا فهو استايلكولين، يعني كل ما هو بارا فهو استايلكولين، وليس كل ما هو استايلكولين بارا سيمباثيتك. تاني عشان ما لخبطكوش. كل ما هو بارا فهو استايلكولين، وليس كل ما هو اسيتايلكولين بارا سيمباثيتك. فاذكر ثلاث حتت فيها استايلكولين ما هياش بارا، حتى بقولها بطريقه فيها مزاح. ان البارا لم يعرف في حياته سوى الاستايلكولين، يعني منتهى الوفاء، بينما الاستايلكولين خان البارا ثلاث مرات في ثلاث حتت ما هماش بارا فيهم استايلكولين. اذكر مواضع الخيانه الثلاث. يلا نقوله. واحد، ده سؤال مش كده مهم جدا، كل السوماتيك اهمهاش اوتونوميك خالص طلع استايلكولين. كل البري جانجليونيك سيمباثيتك انكلودنج اللي رايح للاديه المضله اللي لها سيمباثيتك جانجليون، ده استايلكولين. واثنين بوست جانجليونيك سيمباثيتك للسويت جلانز والبلاد فيسلز والسكيتال ماسل برضه فيهم استايلكولين. يعني في ثلاث حتت في جسمك سؤال مش كده مهم جدا ما هماش بارا وفيهم استايلكولين. نقولهم تاني: كل السوماتيك، كل البري جانجليونيك سيمباثيتك، واثنين بوست جانجليونيك سيمباثيتك سويت جلانز وبلاد فيسلز اوف سكيتال ماسل. ده سؤال اصعب. قلنا الفايبرز اللي بتطلع استايلكولين، يبقى اما يسالك هاو ماني تايبس اوف فايبرز ار كولينرجيك، تقول له نوعين: سنترال كولينرجيك وبريفرال كولينرجيك. السنترال كولينرجيك انقسم اثنين: كل السوماتيك وكل البري جانجليونيك اوتونوميك، ايفن اللي رايحه الاديه المضاده لانها تعتبر اوتونوميك جانجليون. طب والبريفرال كولينرجيك نوعين: كل البوست جانجليونيك بارا
واثنين اكسبشن سمباثيتك سويت جلاندز وبلاد فيسل وسكيتا ماسل. تاني يا اولاد يبقى فين السايتس اللي بيطلع عندها الاستايل كولين؟ تو سنترال كولينرجيك وتو بريفرال كولينرجيك. التو سنترال كولينرجيك هقولها بطريقه سهله اول سوماتيك اول اند اول اول بري جانجليونيك اوتونوميك. حلوه يبقى دي سهله يبقى سنترال اول واول اول سوماتيك واول بري جانجليونيك اوتونوميك. بينما البريفرال كولينرجيك لا اول بوست جانجليونيك بارا. الثانيه مش اول بقى الاكسبشنال بوست جانجليونيك سمباثيتك اللي هم بتوع السويت جلاندز وبلاد فيسلز لان الباقي كله بيطلع نور ادرينالين. يبقى ده السايتس الفايبرز اللي بتطلع فيها الاستايل كولين. طب نيجي الريسبتور اللي بتستقبل الاستايل كولين. الاستايل كولين اللي طالع من السنترال كولينرجيك فايبرز بيستقبله سنترال كولينرجيك ريسبتورز واللي طالع من البريفرال كولينرجيك فايبرز بيستقبله بريفرال كولينرجيك ريسبتورز. الامريكان لقوا ان ده الكلمه طويله قوي فلقوا ان السنترال كولينرجيك ريسبتور بتتاثر بماده النيكوتين بتاعه السجاير فقالوا يبقى اسهل والعالم كله مش وراهم نسميهم نيكوتينيك ريسبتور. يبقى النيكوتينيك ريسبتور هما اللي بيستقبلوا الاستايل كولين اللي طالع منين؟ بص من السنترال كولينرجيك فايبرز. ولقوا الريسبتور اللي بتستقبل الاستايل كولين بتاع البريفرال كولينرجيك فايبر بتتاثر بعقار سام ما بنستخدموش بس ده اللي خدنا منه الاسم اسمه مسكرين طالع من نوع من الطحالب الزملاء ما يعرفوش الكلام ده اسمه تودستول فانجس مسكرين. فبقى التقسيمه في نيكوتينيك ومسكرينيك ريسبتورز. تعالى بقى نسالك هاو ماني تايبس اوف كولينرجيك ريسبتورز يو نو. كل حاجه اتنين نوعين يا يعني نيكوتينيك اللي هما بيستقبلوا الاسيتايل كولين اللي طالع من السنترال كولينرجيك فايبرز يا ماسكارينيك بيستقبلوا الاسيتايل كولين اللي طالع من البريفرال كولينرجيك فايبرز. طب دول موجودين فين؟ نفكر بهدوء. يبقى السنترال كولينرجيك ريسبتور اللي هما سموهم دلوقتي نيكوتينيك موجودين عند نهايات السوماتيك فايبرز اللي عند النيورو ماسكولار جانكشن او يسموها موتور. ده الموتور نيرف ده الاند بليت الصحن اللي عند نهايه الموتور نيرف. يبقى اول مكان اسمه النيورو ماسكولار جانكشن او موتور اند بليت. طب في سؤال داخل سؤال فين بالظبط؟ فين بالظبط على الماسل على السكيتال ماسل؟ طب تاني نوع موجود عند الجانجليا سواء كانت بارا او سمباثيتك او اديه مضله. فين بالظبط؟ ده سؤال داخل سؤال. على رؤوس البوست جانجليونيك نيرون. يبقى النيكوتينيك ريسبتور في حتتين موجوده عند الموتور امشي معايا بالليزر الموتور اند بليت او نيورو ماسكولار جانكشن. فين بالظبط على المصري؟ طب تاني حته في اول جانجليا سمباثيتك بارا سمباثيتك والادرينال مدله. فين بالظبط على رؤوس البوست جانجليونيك نيرون على رؤوس البوست جانجليونيك نيرون. اما المسكرينيك ريسبتور الاسهل موجوده فين على الاورجنز؟ كل الاورجن اللي سبلايد بالبوست جانجليونيك بارا وتو اكسبشنال اورجن سبلايد بالبوست جانجليونيك سمباثيتك سويت جلاندز وبلاد فيسل وسكيتال ماسل. دي اصعب مجموعه اسئله. يبقى هاو ماني تايبس اوف كولينرجيك ريسبتورز يو نو؟ اي نو تو تايبس each has got two sites. انا قلت لك رقم السعد في الاوتونوميك انا عامله كله اثنين يبقى two types نيكوتينيك ومسكارينيك. each has got two sites اثنين نيكوتينيك واثنين مسكارينيك. النيكوتينيك عند كل الموتور اند بليت او النيورو ماسكولار جانكشن على المصل وعند كل الجانجليا على رؤوس البوست جانجليونيك. اما المسكارينيك اسهل على كل الاورجان بتوع البارا بس مش ثانيه مش كل وتو اورجان بس سبلايد بالبوست جانجليونيك سمباثيتك سويت جلاندز وبلاد فيسلز اوف سكيتال ماسل. طيب نيجي اللي بعدها الدراجز. يبقى قلنا الفايبر اللي بتطلع والريسبتور اللي بتستقبل والدراجز اللي هم الثلاث نقط زائد الاربعه الاساسيين قلنا لو كان سؤال نظري بس احنا ما بنعملش مراجعه نظري دلوقتي في اوانيه باذن الله. نيجي الدراجز دي اهم مجموعه دراجز في الطب يا اولاد في الطب مش هتفهم طب من غيرها. قلت
تجاه الريسبتور بتنقسم العقاقير الى نوعين. اي ريسبتور في الجسم، خدها قاعده عامه في الفارماكولوجي، وانا قلت في رحله الحياه ضمن الشهادات اللي حصلت عليها دبلومه في الفارماكولوجي بامتياز، كنت الوحيد اللي من بره قسم الفسيولوجي الفارماكولوجي اللي امتياز. فخد بالك معايا، اي ريسبتور العقاقير اللي بتشتغل عليه نوعين. لو هتشغل ريسبتور زي الكيميكال ترانسميتر يسموها ستيمولانتس، لو هتدخل جوه ريسبتور وتمنع دخول الكيميكال ترانسميتر يسموها بلوكر، اللي هي نظريه قلتها لكم في عجاله اللي هي الكي اند لوك ثيوري. المفتاح الحقيقي ده ستيمولانت للاف. طب المفتاح الغير حقيقي لازم يبقى حاجتين، مشابه عشان يدخل جوه الايه الاف، ولكن غير مطابق. فدخل جوه الاف، لكن هو ازاي المفتاح الاساسي ده؟ بالعكس، بالعكس مانع دخول المفتاح الاساسي اللي هو الكيميكال ترانسميتر، يبقى بلوكر، سموها كي لوك ثيوري. كل حاجه اتنين. طب انا عندي نوعين من ريسبتورز، يعني نيكوتينيك يا ماسكارينيك، يبقى الاستيمولانس نوعين. اللي يشغلوا النيكوتينيك ريسبتورز يبقوا يسموهم نيكوتينيك دراجز، واللي يشغلوا الماسكارينيك ريسبتور يسموهم ماسكارينيك دراجز. يبقى في نيكوتينيك وفي ماسكارينيك. طيب كل ينقسم الى نوعين. اللي يشغلوا النيكوتينيك ريسبتور زي مين؟ هي نيكوتينيك ريسبتور سموها نيكوتينيك ليه؟ عشان هي بس اللي بتشتغل بالنيكوتين سمول دوز. يبقى ممكن اللي يشغلوها يبقى هم نيكوتين سمول دوز، دي الطريقه الدايركت، يعني النيكوتين بتاع السجاير سمول دوز بيشغل نيكوتينيك. طب في طريقه ثانيه اندايركت، ان النيكوتينيك دول اساسا هم والماسكارينيك بيشتغلوا بالاسيتايل كولين. فلو انا منعت تكسير الاسيتايل كولين، يعني اديت انتي كولين استريز بواسطه الانزيم اللي بيكسر الاسيتايل كولين، وهو كولين استريز، اديت انتي كولين استريز، يبقى الاسيتايل كولين مش هيتكسر، يبقى يشغل الريسبتور. بس هنا حضرتك بص ما بتشتغلش على الريسبتور، انت بوظت باللون الاخضر اهو الانزيم اللي بيكسر الاسيتايل كولين، فالاسيتايل كولين شغل الريسبتور، يبقى الدراج ملوش دعوه بالريسبتور، يبقى اندايركت. لو الدراج بيشتغل على الريسبتور على طول زي النيكوتين سمول دوز يبقى دايركت. الدراج بيبوظ الانزيم اللي بيكسر الاسيتايل كولين، فالاسيتايل كولين ما يتكسرش، فهو اللي شغل الريسبتور بقى اندايركت. ونفس الكلام في الماسكارينيك، لو الدراج هيشغل ماسكارينيك ريسبتور على طول يبقى دايركت زي الماسكارين، بس قلنا ده سام فبنستخدم بداله عقار اخر اسمه بايلوكاربين. بايلوكاربين. وممكن بنفس الطريقه اندايركت ان احنا نبوظ الانزيم اللي بيكسر الاسيتايل كولين، يعني ندي انتي كولين استريزس، فالاسيتايل كولين ما تكسرش فيشغل هو ريسبتور، يبقى اندايركت. زي الايزرين والبروستيجمين اللي هم الريفرس، ايزرين والبروستيجمين. هنا في نقطه مهمه جدا، سؤال داخل سؤال. لو انا خدت ماسكارينيك دراج سواء دايركت او اندايركت، هيشغل مين؟ ماسكارينيك ريسبتورز اللي هم فين؟ عند كل الاورجانس بتوع البارا، كل وفوق البيعه اثنين سمباثيتك، سويت جلاندز وبلاد فيسلز اوف سكيتال باس. يبقى مين يشتغل اساسا؟ جاوبني انت بالله عليك. كل البارا اشتغلت، كل البارا اشتغلت واثنين سمباثيتك، يبقى مين يشتغل اساسا؟ البارا. يبقى الا تستحق هذه الادويه ان نطلق عليها بارا سمباثو مايميتك؟ مايميتك من كلمة إيميتيت، يعني يحاكي، الأدوية التي تحاكي البارا، فسموها بارا سيمباثو مايميتك. أهي مايميتك يعني يحاكي. يبقى تاني في عجالة، يبقى مين الاستيمولانس يا ولاد؟ أنت قلت لنا عندنا نوعين ريسبتور، نيكوتينيك وماسكارينيك، يبقى لازم الاستيمولانس يبقوا نوعين، نوع يشغل نيكوتينيك يبقى نيكوتينيك دراجز، ونوع يشغل ماسكارينيك يبقى ماسكارينيك دراجز. وانت قلت لنا كل حاجه تنقسم اثنين، يا دايركت يعني يشغل الريسبتور على طول زي المفتاح الاساسي، يدخل في الريسبتور ويشغله، النيكوتينيك نيكوتين سمول دوز، ده هي سموها نيكوتينيك عشان بتشتغل بالنيكوتين سمول دوز، والماسكارينيك بالماسكارين، حتى قلنا ده سم هنستخدم بداله بايلوكاربين، يبقى ده الدايركت. طب والاندايركت؟ ان انا ما اجيش جنب الريسبتور، انا اجي جنب الانزيم اللي بيكسر الاسيتايل كولين، انتي كولين استريز، فالاسيتايل كولين ما يتكسرش فهو يشغل الريسبتور، يبقى اندايركت. اللي هم الايزرين والبروستيجمين.
طب قلت في حاله المسكارينك مين اشتغل؟ ده سؤال داخل سؤال. اشتغل كل الاورجانز بتوع البارا وتو اورجان بالسيمباثيك، يبقى مين اشتغل اساسا؟ بارا، فسموهم بارا سيمباثو ماينتكس، دول الاستيمولانس يا اولاد. نيجي البلوكرز بقى، وهو الاهم. بلوكرز دول اهم، اللي هما بيسموهم اسم اخر اسيتايل كولين انتاجونس، الادويه اللي هتوقف الاسيتايل كولين. برضو هنقسمهم نوعين، يا ماسكارينيك بلوكر هتوقف الماسكارينيك ريسبتور، هتقفلهم وتمنع دخول الاسيتايل كولين اللي هو الترانسميتر الحقيقي، يا نيكوتينيك بلوكر هتدخل جوه النيكوتينيك ريسبتور وتقفلهم وتمنع دخول الاسيتايل كولين اللي هو الترانسميتر الحقيقي فما يشتغلوش. نبتدي بالماسكارينيك بلوكر. الادويه اللي بتقفل ماسكارينيك ريسبتور اللي هي موجوده فين؟ في كل البارا، كل البارا واثنين سيمباثيتك، سويت جلاندز بلاد فيسلز كده مصر. واشهر عقار في الدنيا هو الاتروبين، ومن اقدم العقاقير. وارجع المحاضرات حكيت قصته، الاتروبين واستخداماته. اتروبين اوعى تنسى، هوماتروبين يمشي، ما هو مشتقات الاتروبين. اتروبين، طب بص بالله عليك، يبقى الاتروبين ده قفل انهي ريسبتور؟ افتح ودانك، قفل كل البارا، كل البارا واثنين سيمباثيتك، سويت جلاندز وبلاد فيسلز كده مصر. يبقى مين اتخرب بيته؟ البارا. يبقى الا تستحق، الا تستحق هذه العقاقير ان نطلق عليها بارا سيمباثوليتك، محطم البارا. بس السؤال الصعب، هي ما بتوقفش كل البارا بس، وبتوقف كمان السويت جلاندز دي الاهم، السويت جلاندز دي الاهم، السويت جلاندز دي الاهم، والبلاد فيسلز كده مصر. ليه بقى الاهم السويت جلاندز؟ لانها هتمنع السويتنج، وعلي حراره الجسم، مفيش فقدان للحراره، مفيش سويتنج، مفيش هيت لوس، يبقى الحراره تزيد، فتدي حاجه حتى بتيجي في الام اس كيو اسمها اتروبين فيفر. ده اشهر عقار في العالم كله اللي هو الاتروبين. وحكيت 14 استخدام، حكيت شويه منهم في المحاضرات، يبقى ارجع المحاضرات. كل عيانين اللي بيتبنجوا، اللي هياخدوا يعملوا عمليه النهارده بياخدوا اتروبين، اللي بيعملوا نضارات بياخدوا اتروبين، ادويه المغص فيها اتروبين عشان بتمنع البارا. نطلع فوق بقى، نيكوتينيك بلوكرز. طالب زكي قال لي النيكوتينيك ريسبتورز دول نوعان غير متجانسين. ليه؟ قال لي فيهم سوماتيك اللي هو عند نيورو ماسكولار جانكشن، وفيهم اوتونوميك اللي هو الاوتونوميك جانجليا. فكان لابد ان النيكوتينيك بلوكر ينقسم الى نوعين، نوع يقفل النيورو ماسكولار جانكشن الموتور اند بليت اللي هو السكيتال ماسل، فنسميه نيورو ماسكولار بلوكرز، يشلوا كل العضلات الاراديه، نيورو ماسكولار بلوكرز. واشهر اكزامبل قلت اللي كان بيستخدموه في الامازون، الترايبس، القبائل بتاعه التروبيكال اريا في الامازون، اللي هو كوراري، كوراري نيورو ماسكولار بلوكر. وعندهم 100 قبيله ب 100 طريقه عندها ريسيبي تعمل الكوراري ده، اللي بيشلوا كل العضلات الاراديه بما في عضلات تنفس. قلت السلاح الاول الانسان ضد الطيور الجارحه والحيوانات الضاريه والانسان لاخيه الانسان، كوراري يشل كل عضلاتك، كل عضلاتك بما فيها عضلات تنفس فتموت، نيورو ماسكولار بلوكر. طب وتاني نوع بيشتغل على الاوتونوميك، على الجانجليا، فيسموه جانجليونيك بلوكرز. جانجليونيك بلوكرز بيقفل كل الجانجليا بما فيها الادرينال المضله اللي بتطلع ادرينالين ونور ادرين، فيسموهم ايه بقى هنا؟ نيكوتين لارج دوز وتترا ايثايل امونيوم اللي هي اختصارها تي. حتى قلت فيه هنا سؤال داخل سؤال، يبقى النيكوتين حسب الجرعه، ان سمول دوز ستيمولانس، حلو حتى الاس مع الاس، يبقى النيكوتين ان سمول دوز يبقى ستيمولانس الجانجليا في مجموعه الاستيمولانس، ان لارج دوز، ان لارج دوز الشيء اذا زاد عن حديه انقلب الى ضديه يتحول لبلوكر، ومعاه التترا ايثايل امونيوم. وقلت بيقفل كل الجانجليا ما فيها الادرينال مضله، فيمنع ان الادرينال يطلع، فالواحد يبقى هادي. فقلت ازاي نهديك ونمنع ادويه مضله تطلع ادرينالين حتى في تيومر بيطلع عليه كتير؟ قلت سيجاره وفنجان شاي. لا السيجاره سجاره، السيجاره اقصد في مزاح نيكوتين، نيكوتين لارج دوز،
والشاي مش تي مش تي، ده اختصار تترا ايثايل امونيوم. دي اهم مجموعه دراجز في الطب يا اولاد. يبقى مين يقفل المسكارينيك؟ اتروبين بيقفل كل البارا وفوق البيعه 2 سمباتيك، يبقى اللي اتخرب بيته هو البارا فسموهم بارا سمباتوليتيك. طب ومين يقفل النيكوتينيك؟ دول اتقسموا المجموعتين، لان النيكوتينيك فيه جزء منه سوماتيك النيوروماسكولار جانكشن موتور اند بليت، وجزء اوتوروميك اللي هو كل الجانجلي. فالنيوروماسكولار جانكشن بالنيوروماسكولار بلوكر كوراري بتاع الهنود. اما اللي بيقفل الجانجا جانجليونيك بلوكرز بما فيها الادرينا مضله، ده سؤال داخل سؤال، بيقفل كل الجانجا بما فيها الادرينا مضله اللي هو نيكوتين لارج دوز وتترا ايثايل امونيوم. ننتقل للريسبتور بتاعه الادرينالين، ادرينرجيك ريسبتورز. هي طبعا بتوع النور ادرينالين والادرينالين، بس احنا قلنا السمباثاتيك بيطلع نور قديم بس، انما بيشتغل عليهم النور قديم بتاع السمباثاتيك والادرينالين اللي طالع من الادرينا مضله. الاول نتفق مين المكان الوحيد اللي بيطلع فيه النور ادرينالين؟ قلنا بوست جانجليونيك سمباثاتيك ما عدا اثنين، سويت جلاندز وبلاد فيسلز وسكتها مصر. حضرتك متوقع الريسبتور الادرينرجيك ريسبتورز بقى تبقى موجوده فين؟ طالب قال لي طبعا متوقعها على الاورجنز. هذا صحيح، معظمها على الاورجنز بعد السينابس، بالمسافه ما بين الادرينرجيك نيرف، وبيسموه ادرينرجيك نيرف بس هو بيطلع نور ادرينالين، وما بين الاورجن بيسموها سينابس. فانت متوقع الريسبتورز تبقى على الاورجن، يبقى بعد السينابس يبقى يسموها بوست سينابتيك، دي عليها 9 من 10، لكن عدد قليل موجود قبل السينابس على الادرينرجيك نيرف، فقط في حاله الادرينرجيك نيرف مش في حاله الكولينرجيك. يعني الكولينرجيك نيرفز ما عليهاش ريسبتورز، الادرينرجيك هي اللي عليها ريسبتورز، فيسموها قبل السينابس تبقى بري سينابتك. وانا وعدتك ان كل حاجه في الاوتونوميك اثنين، فما يقول لك في كام نوع من الادرينرجيك ريسبتورز كل حاجه تقول اثنين وبعدين نفكر. اثنين اللي بعد السينابس اللي على الاورجن وهم الاهم بوست سينابتك، واللي قبل ريسبتور على النيرف وهم الاقل اهميه بري سينابتك. طب كل ينقسم الى كم نوع؟ انت عارف كل حاجه في الاوتونوميك اثنين الى نوعين، يا الفا يا بيتا، وكل ينقسم الى نوعين الفا 1 والفا 2 وبيتا 1 وبيتا 2. طيب نبتدي بالاهم اللي هم على الاورجن على البوست سينابتك. البوست سينابتك اللي على الاورجن سبلايد بالبوست جانجليونيك سمباثيتك اللي بيطلعوا نور ادرينالين، اللي هم كل البوست جانجليونيك سمباثيتك كلهم ما عدا سويت جلاندز وبلاد فيسل وسكتة مصر. في نوعين الفا وبيتا، هقولهم بقى في جمله واحده يا اولاد. هو ليه ربنا عمل الفا وبيتا ريسبتورز؟ ساعات السمباثيتك يعمل استيميليشن، يبقى في الاغلب للي بيسمع كويس دول الفا، وساعات يعمل انهيبيشن يبقى في الاغلب يبقوا بيتا ريسبتورز. حتى قلناها في جمله حلوه فاكرينها، البي بي بيتا ريسبتورز ار انهيبي بي بيتوري، يبقى البي مع البي، البيتا انهيبيتوري، البيتا موستلي انهيبيتوري، صح؟ يبقى لما السمباثيتك يعمل ريلاكسيشن انهيبيشن بيعملها عن طريق البيتا ريسبتورز. طب ليه قلت موستلي؟ لان في اكسبشن، ان البيتا ريسبتور ده موستلي انهيبيتوري، لكن في ثلاث حتت قلناهم 100 مره تعمل فيها ستيميليشن ودول اللي بيجوا ام اس كيو. البي بي بيتا انهيبي بي بيتوري بتعمل انهيبيشن وريلاكسيشن ما عدا في ثلاث حتت. الهارت السمباتيك بيعملوا ستيميليشن ومع ذلك الريسبتور بيتا. الهرمونز السمباتيك بيطلع الهرمونز عن طريق البيتا ريسبتور، يبقى بيعمل لها ستيميليشن الهرمون تطلع بالبيتا اللي هي انهيبيتوري. والميتابوليزم اللايبوليسيز والجلايكوجينوليسيز بيبقى عن طريق البيتا ريسبتورز، يبقى البي بي بيتا انهيبي بي بيتوري ما عدا على الهارت والهرمونز والميتابوليزم. طب اديني امثله ازاي البيتا بتريلاكس؟ بتريلاكس البرونكال ماسل تعمل برونكو دايلتيشن، البلاد فيسل ماسل فازو دايلتيشن، الوول بتاع الجاسترو انستاينال والورينا تراك تعمل له انهيبيشن، كل ده بيتا. يبقى البي بي بيتا انهيبي بي بيتوري ما عدا على ثلاثه، هارت هرمون ميتابوليزم بثلاث اسئله. في هنا سؤال مهم جدا في الام اس كيو، في عندنا
دايليتيشن تالت في الجسم اسمه بيبيلو دايليتيشن. يعني في برونكو دايليتيشن، فازو دايليتيشن، بيبيلو دايليتيشن. البيبيلو دايليتيشن ده بقى ما بيتعملش بالريلاكسيشن اوف بيبيلو دايليتور ماسل، بيتعمل بالكونتراكشن، لان قلت الماسل بتبقى شكلها راديال شعاعيه، فعشان تدايليت البيبيلو لازم تكونتراكت، فعشان كده ريسبتور الفا، وده سؤال مشهور جدا في الام اس كيو. يبقى ثلاثة دايليتيشن في الجسم، اتنين منهم بيتعملوا بالريلاكسيشن وبالتالي بالبيتا ريسبتور، البرونكاي برونكو دايليتيشن والفيسل الفازو دايليتيشن بريلاكسيشن يبقى بيتا ريسبتور، انما البيبيلو دايليتيشن بالكونتراكشن اوف ذا بيبيلو دايليتور، لان الفايبرز راديال شعاعيه لازم تكونتراكت عشان توسع البيبل، تبقى دي بالالفا. طب البيتا ريسبتور بتشتغل عن طريق مين يا ولاد؟ مين الوصيف بتاعها؟ اكشوال لما النور ادرينال قلنا بيمسك في البيتا بيستيميليت ادينايل سايكليز انزيم، يكسر الادينوزين ترايفوسفيت الى الوسيط اللي هو سايكليك ادينوزين مونوفوسفيت، واحد من اشهر اسئله في الام اس كيو. يبقى البي بيتا ريسبتور بتشتغل بالسايكليك اي ام بي، ده مين؟ البيتا ريسبتور، يبقى البي مع البي، يبقى البي بي بيتا بتشتغل بالسايكليك ام بي، ده البيتا ريسبتور. طب الادرينالين بيستيميليت بتاع الاديام الله مش بتاع السمباتيك، بيستيميليت الالفا والبيتا ايكوالي، عشان كده هو قوي جدا، سيبيت الالفا والبيتا ريسبتور اللي هي اهم من الالفا ايكوالي. طب ومين يبلوك البيتا ريسبتورز؟ دواء قلب مشهور يبلوك البيتا فيمنع عفرطه القلب، ما هو البيتا بتعفرط القلب، بتنهي بكل حاجه، بس كان بتعمل عفرطه واستيميليشن للهارت والهرمون الميتابوليزم، اسمه بروبرانولول اور اندرال. دي بقى مجموعه اسئله رهيبه هنا يا اولاد. يبقى تاني البي بي بيتا، البي بي بيتا انهبي بي بيتوري، وبمعنى انهبيشن نعني ريلاكسيشن، عشان كده قلنا البرونكو دايليتيشن بريلاكسيشن يبقى بيتا، الفازو دايليتيشن بريلاكسيشن يبقى بيتا، ما عدا على ثلاثة بثلاث اسئله ام اس كيو، في ثلاث حاجات البيتا ما تعملهمش انهبيشن، تعفرطهم، تعملهم استيميليشن، الهورت والهرمونز والميتابوليزم. طيب يبقى هنا سؤال وهنا سؤال، مين الدايليتيشن اللي بتعمل لهم البيتا؟ البرونكو دايليتيشن والفازو دايليتيشن، مش البيبيل دايليتيشن. بيبيل دايليتيشن الفا، بيبيل دايليتيشن الفا لانها بالكونتراكشن. تاني سؤال، مين الثلاث حتت اللي البيتا ما بتعملش انهبيشن وبتعمل لهم ستيميليشن؟ هارت وهرمون وميتابوليزم. ادي تاني سؤال. طب تالت سؤال، بتشتغل بايه البيتا؟ البي بي بيتا بالسايكليك ام بي، ده مين؟ البيتا بالسايكليك ام بي. رابع سؤال، ان الادرينالين بيستوميليت الالفا والبيتا ريسبتور ايكوالي، عشان كده قوي جدا. خامس سؤال ما بيجيش كتير، انها بلوكد بالبروبرا نولول. للاوائل بقول حاجه يا اولاد، النهارده في بيتا 1 وبيتا 2 في بيتا 3 اللي هو على الفات سيلز اللي بتعمل لايبوليسيس، دي بيتا 3. يعني للاوائل هنا عشان الناس اللي هنا بتوع نورث امريكا كندا وامريكا لازم يبقوا عارفينها، اللايبوليسيس ده بقى نوع ثالث اسمه بيتا 3. طيب نيجي الالفا، الالفا دي اقل اهميه، دي اللي هي موستلي اكسيتاتوري، بتعمل كونتراكشن. ادام قلت موستلي يبقى في اكسبشن، السمباثاتيك بينهبت الانتستين، بيعمل انتستين ريلاكسيشن، ومع ذلك الريسبتور بتبقى الفا، يبقى الالفا موستلي اكسيتاتوري، تعمل بيبيلو دايليتيشن، فازو كونستريكشن كونتراكشن، سبلينيك كونتراكشن، تسكر المحابس، كونتراكشن ذا سفينكتر، كل ده الفا، لكن تعمل انهبيشن للانتستين. التايبس في الفا 1 والفا 2. طب الالفا 1 هي الاساس، بتعمل انقباض، يبقى الميدياتور بتاعها مين؟ الايون بتاع الانقباض، الكالسيوم، الفا 1. الالفا 2 عكس البيتا، بتنقص السايكليك ام بي، تنقص السايكليك ام بي. طب النور ادرينالين بيستيميليت الالفا ثم الالفا ثم الالفا، وفيري ويك على البيتا ريسبتور، ده سؤال ام اس كيو. طب والالفا دي بلوكد بايه؟ بالفينتولامين، يبقى استيميليتد بالنور ادرينالين وبلوكد بالفينتولامين، حتى فيها سجع اهو. يبقى الالفا اقل اهميه، يبقى الالفا موستلي اكسايتاتوري ما عدا على الانتستين. ادي سؤال، ولا تنسى ان البيوبيلو دايليتيشن دي الفا. السؤال الثاني، انها نوعين الفا 1 والفا 2، الفا 1 هي الاغلب اللي بتعمل كونتراكشن، يبقى بالكالسيوم، الكالسيوم بتاع الكونتراكشن، الفا 2 بالعكس بتنقص سايكليك ام بي عكس البيتا. النور ادرينالين، السؤال الثالث، استيميليت الالفا اكتر من البيتا، والبيتا هي الاهم، عشان كده النور ادرينالين اضعف من الادرينالين، وبعدين بلوك ديبل فينتولامين. طيب نيجي بقى الريسبتور اللي على الادرينرجيك نيرف يا اولاد.
هو ليه ربنا حط ريسبتور على النيرف؟ ايه وظيفه النيرف؟ انه ريليس الكيميكال ترانسميتر. يبقى 100% ريسبتور بتتحكم في الريليس بتاع النور ادرينالين. فريسبتور منهم يزود الريليس وريسبتور ينقص الريليس. فالبيتا ريسبتور تزود الريليس بتاع النور ادرينالين، ومين عكس البيتا؟ الالفا 2 كانت بتنقص سايكل ام بي، هي اللي تنقص الريليس بتاع النور ادرينالين. واحد قال لي انت ازاي عرفت ان البيتا هي اللي بتزود والالفا بتنقص؟ قلت له اني بفكر. فاكر لما قلت لك البي بي بيتا انهي بي بي بيتري ما عدا على ثلاث حاجات، هحط الليزر على المهمه، ما عدا على الهارت وايه والهرمونز. يعني البيتا هي اللي بتطلع الهرمونز، والنور ادرينالين ده غير انه كيميكال ترانسميتر فهو هرمون، هرمون بيطلع الاديه المضله. كل الهرمونز بتزيد بالبيتا، يبقى لازم البيتا هي اللي تزود الريليس بتاع النور ادرينالين، لان انت قلت البي بي بيتا انهي بي بي بيتري ما عدا على ثلاثه. هعلي صوتي في المهم، هرمونز، البيتا بتزود الهرمونز، يبقى هي اللي تزود نور ادرينالين، يبقى بالعكس اللي ينقص طلوع نور ادرينالين اللي بيشتغل عكس البيتا اللي هو الالفا 2. سؤال اخير في هذا الجدول. احنا اللي بننمر في بيتا 1 وبيتا 2، وقلنا في بيتا 3 على الفات. تفتكر الهارت نوع الريسبتور عليه ايه؟ وقلناها في اول محاضره. طبعا احنا اللي بننمر الهارت وما ادراك ما الهارت، يبقى ده بيتا 1. انما اللي على البرونكاي بيتا 2. وقلت ايه اهميتها؟ ان كل الادويه اللي بتشتغل على بيتا 1 هي ادويه قلب، اللي بتشتغل على بيتا 2 هي ادويه صدر. يبقى عارفها صم، القلب نمره واحد، القلب وما يعشق. تبقى فاهم هذا الكلام. اما الدراجز في حاله السمباثيتك ملهاش اهميه كتير. انا هقول الحاجات المهمه بس فيها. طبعا الادويه اللي بتشغل السمباثيتك ساعات في بعض الجامعات خطا ان يسموها سمباثوميميتك، يعني تحاكي السمباثيتك، واللي بتوقفها يسموها خطا سمباثوليتكس. بينما كلمه ميميتك وليتك لازم تبقى على الادويه اللي بتتحكم في النيرف اندينجز بس، لان احنا ممكن نلعب في السمباثيتك بثلاث طرق. في الجانجليا نشغلها ونوقفها، الادرينرجيك نيرفز نطلع منها الترانسميتر او نمنع طلوعه، وبعدين الريسبتورز الالفا والبيتا نعمل له ستيميليشن انهيبيشن. يبقى ثيوريتيكالي بس مش كل الجامعات عليها الكلام ده، الادويه اللي بتشغل السمباثيتك بتشتغل على مواضع ثلاث: الجانجليا، ادرينرجيك نيرفز، وريسبتورز. الجانجليا دي على كل الجامعات يا اولاد، خدناها اوريدي، لان الجانجليا ما تفرقش هل هي سمباثيتك ولا بار، نوع ريسبتور نيكوتينيك فيهم كله. يبقى ستيميوليتد بنيكوتين سمول دوز وبلوكد بنيكوتين لارج دوز اور تترا ايثايل امون، قلناها. والريسبتورز قلناهم يا اولاد، البيتا ستيميوليتد بال، قلنا الادرينالين بيستيميوليت الالفا والبيتا ايكوالي، بينما النور ادرينالين بيستيميليت الالفا ثم الالفا ثم الالفا والبيتا فيري ويكلي. ده السؤال. طب وبلوكد بايه؟ قلنا البيتا استيميليت بلوكد باهم دواء قلب اللي هو اسمه بروبرا نو لول او اندرال، بروبرا نو لول او اندرال، بينما الالفا البلوكر بتاعه مش مهم قوي اسمه فينتولامين، قلنا اسمه فينتولامين. يبقى ده بلوكد بالبروبرا نو لول وده بلوكد بالفينتولامين. يبقى تاني الجانجليا في حاله السمباثاتيك زي البارا نفس الادويه، ستيميليتد بنيكوتين اس مول دوز، ده سؤال ام اس كيو، وبلوكد باي نيكوتين لارج دوز او تترا ايثايل امونيوم، اللي قلنا سيجاره وفينكال شاي وقفوا الجانجليا ما فيها الادويه مضله. خلوكش تطلع ادرينالين ونور ادرينالين فتهدى. النيكوتين لارج دوز وتترا ايثايل امونيوم. طبعا لو جاب لك نيكوتين هاي دوز هي نيكوتين لو دوز تبقى دي نيكوتين سمول دوز، مش عاوز غباوه. يبقى الجانجليا بتشتغل بنيكوتين اس سمول دوز يس ستيميليت، اس سمول دوز ستيميليت اللي هي اللو دوز، اللارج دوز يبلوك ومعاه التترا ايثايل امونيوم. ده سؤال ام اس كيو في السمباثيتيك والبارا. طب الريسبتورز قلنا الادرينالين ستيميليت الالفا والبيتا ريسبتور ايكوالي، عشان كده هو اقوى من نور ادرينالين، النور ادرينالين اقوى على الالفا منه على البيتا. وبعدين البيتا بلوكد بالبروبرانولول والالفا بلوكد بالفنتولامين. طيب ادرينا المضله يا اولاد، صفحه او اللوحه ما قبل الاخيره، عد بقى معايا الاسئله. ادرينا المضله دي في الابدومين، يبقى السؤال الاول في الام اس كيو
supplied بالgreater splanchnic nerve. السؤال الثاني انها modified sympathetic ganglion. sympathetic ganglion تم تعديلها. كانت يوم ما انت جنين كان الجانجلون كان لها بري جانجلونيك وبوست جانجلونيك. حدث التحوران في البوست جانجلونيك فقد الاكسون عشان كده ساعات سموها تيلس جانجلون. والتحور الاهم ان البوست جانجلونيك فقد الاكسون ده التحور الاقل اهميه. الاهم ان البوست جانجلونيك سيل تحولت الى سيكريتوري سيلز تطلع ادرينالين او ابينفرين 80% ونور ادرينالين او نور ابينفرين 20%. السؤال الثالث هو الاصعب، مين الكيميكال ترانسميتر اللي بيشغل الادرينال المظله ويخليها تطلع ادرينال نور ادرينالين؟ تصدق او تصدق مش هي جانجليون؟ الكيميكال ترانسميتر عند كل الجانجليون هو الاستايل كولين. فالاستايل كولين هو الكيميكال ترانسميتر عند ادرينال المظله، هو اللي بيطلع اعدائه اللدودين وهم الادرينالين والنور ادرينالين. صدق ولا تصدق؟ الجمله الرابعه طبعا تعرفها انها بتريليس تو هرمونز اساسا الادرينالين، يبقى سبلاي دي بجريتر سبلانكنيك سؤال ام اس كيو، موديفايد سمباثيتك جانجلين سؤال ام اس كيو، الترانسميتر هو الاستايل كولين في الادرينال المظله هو اللي بيطلع اعدائه اللدودين اللي هم الادرينالين والنور ادرينالين سؤال ام اس كيو. السؤال الرابع ان هم تو هرمونز. طيب نيجي نقول سواء الادرينالين او النور ادرينالين هما الاثنين بيشتغلوا كهرمونز بيطلعوا من الادرينال المظله، يبقى هما هرمونز دي ادرينال جلاند ده غده صماء، وبيشتغلوا ككيميكال ترانسميتر يبقى كهرمون وككيميكال ترانسميتر. الادرينالين بيشتغل ككيميكال ترانسميتر في السنترال نيرفس سيستم فقط، ما بيشتغلش بره في البريفرال، ما بيشتغلش في السمباثيتك، بينما النور ادرينالين بيشتغل في السنترال نيرفس سيستم وفي البريفرال نيرفس سيستم، لان هو الترانسميتر بتاع البوست جانجلونيك سيمباثيتك. كل البوست جانجلونيك سيمباثيتك ما عدا اثنين، سويت جلانس وبلاد فيسل وسكيتال ماسل. يبقى ده اول سؤال في الجدول ان هما الاثنين هرمون صح، هما الاثنين كيميكال ترانسميتر صح، سؤال داخل سؤال، هما الاثنين كيميكال ترانسميتر في السي ان اس صح، بس واحد فيهم في السيمباثيتك والتاني مش في السيمباثيتك. النور ادرينالين عند البوست جانجلونيك سيمباثيتك، الادرينالين لا. السؤال اللي بعد كده مين اقوى؟ الادرينالين. ليه؟ لانه اتكلف اكتر، محطوط فيه ميثايل جروب في الان بوزيشن في النورمال بوزيشن، لان في الادرينال المظله اللي بتعمل ادرينالين عندها انزيم اسمه ان، يعني بيحط في الان بوزيشن ميثايل ترانسفيريز. طب دي تفهمني حاجه، يبقى قوه الادرينالين في شعره كما قوه شمشون في شعره، قوة الادرينالين في الميثايل جروب عند الان بوزيشن، يبقى اهم طريقة عشان تبوظه هو جماله وقوته في الميثايل جروب عند النورمال بوزيشن، الطع له ميثايل جروب تانية عن بوزيشن غلط في الاوبوزيشن. عشان كده اهم حاجة توقفه هو الميثايليشن بكاتيكول او في حتة غلط بقى مش في الان، ميثايل ترانسفيريز. بينما النور ادرينالين بينقص ميثايل جروب. طب واهم طريقه توقفه قلناه ان بعد ما السمباثيتك يطلع النور ادرينالين ياخد النيرف تاني البوست ادرينرجيك بوست جانجلونيك سمباثيتك، البوست جانجلونيك سمباثيتك ياخده النور ادرينالين ويدفع فلوس بالاكتيف ري ابتيك 50-80%. النقطه الثالثه قلناها قبل كده ان الادرينالين ايكوال على الالفا والبيتا، عشان كده هو الاقوى، انما النور ادرينالين اقوى على الالفا منه على البيتا، والبيتا هي الاهم عشان كده هو الاضعف، واقوى سترونج على الالفا منه على البيتا، فيري ويك على البيتا. وعليه بص بقى الادرينالين عنده تمايز في كل حاجه. ليه؟ لان احنا قلنا البي بي بيتا ان بي بيتر يا انسى دي، ما عدا بيستيميليت كام حاجه بقى، مش هيعمل لهم استيميليشن النور ادرينالين لانه ما بيشتغلش على البيتا بقوه، الهارت والهرمون والميتابوليزم، والميتابوليزم يعني اللايبوليسيز والجلايكوجينوليسيس، وحتى قلنا الليبوليسيس نوع ريسبتور بتبقى بيتا 3 يعني الاوائل. بينما النور ادرينالين تميزه على الالفا اللي هي اكسيتاتوري، بتعمل كونتراكشن فازو كونستريكشن تزود المقاومه الخارجيه التوتال بيف ريزيستنت فتزود الضغط خاصه داستوليك بلاد بريشر. ده التميز الوحيد ليه ان هو مركز على الالفا اللي هي اكسيتاتوري، فيعمل كونتراكشن حلو قوي للفيسل فازو كونستريكشن فيزود المقاومه بتاعت الفيسل توتال بيفر ريزيستنس، وبالتالي يزود الداستوليك بريشر اكتر. ده اللي هو
الادرينالميدالا مليون سؤال يا اولاد. يبقى نقول لهم تاني في عجله خلاص فاضل لنا حاجه بسيطه جدا. العصب اسمه جريتر سبلانكريك اول سؤال، موديفايد سيمباثيتك جانجليون تاني سؤال، الترانسميتر وده صعب اللي بيطلع ادرينالين نور ادرينالين هو الاستال كوين انها جانجليون جانجليون متشال الاستال كوين تالت سؤال، بيطلع تو هرمونز اساسا ادرينالين 80% رابع سؤال. طب ايه الفرق بين الادرينالين والنور ادرينالين؟ حطينا الجدول في ثلاث مجموعات، الادرينالين 80% وبيشتغل كهرمون وترانسميتر في البرين بس في سنترال نيرف سيستم، انما النور ادرينالين كهرمون وككيميكال ترانسميتر في السنترال وفي البريفر، هو ده بتاع السيمباثيتك. وده السؤال المهم. تاني مجموعه، كما قوه شمشون في شعره، قوه الادرينالين في الميثايل جروب في النورمال بوزيشن في ان بوزيشن، تجماله عاوز تبوظه الطعم الميثايل جروب في الاوبوزيشن، او يعني زيرو خلي زيرو بالكاتيكول او ميثايل ترانسفيرز، يبقى اهم طريقه لايقافه هو الميثايليشن. انما النور ادرينالين بينقص ميثايل جروب، اهم طريقه لايقافه الاكتيف ريابتيك 50 ل 80%. ليه الادرينالين اقوى 10 مرات من النور ادرينالين؟ لانه مركز على الالفا والبيتا، والبيتا هي الاهم. بالدليل قلنا البيتا بتنهيب كل حاجه، البيتا انهيبيتوري ما عدا على ثلاثه بتعمل لهم ستيميليشن، هارت وهرمون وميتابوليزم بثلاث اسئله، والميتابوليزم هو اللايبوليسيس والجلايكوجينوليز. وقلنا حتى على الليبيد بتبقى نوع ريسبتور بيتا 3 على الهارت بيتا 1، على الهارت بيتا 1، على التشيست بيتا 2، بيتا 2 على الليبيد بيتا 3 للناس اللي هي موجوده هنا في كندا وامريكا. بينما النور ادرينالين مركز اكتر على الالفا اللي هي اكسيتاتور، فبيعمل فازو كونستريكشن، يبقى يزود توتال بين ريزيستنس، يبقى يزود الضغط خاصه دايستوليك. الصفحه الاخيره، نو بارا سمباثيتك سبلاي، في خمس حتت ما لهمش بارا سمباثيتك، ليهم سمباثيتك بس. عشان كده قلنا السمباثيتك 15 عصب مش خمس اعصاب زي البار. عنده لاترال هورن سيلز عشان يبقى جري ماتر كبيره، جري ماتر كبيره فيها سيلز اكتر. عنده جانجليا بالهبل. البار ما بيروحش للسكين والسكيليتال ماسلز. السكيليتال ماسل موجوده في الليمز ابر لور ليمز والابدومين والثوراسيك وول. دول اللي بره. بيروحش للسكين والسكيليتال ماسلز. طب اللي جوه ثلاثه تحت بعض. الفنتريكل ما بيروحلوش بارا عشان ما يقللش قوه الانقباض. السبلين مالوش بارا تحت الفنتريكل، تحتيهم الادرينالاميدالا، ده دي موديفايد سيمباثيتك جانجل يبقى ملهاش بارا. يبقى خمس حتت تحفظهم، وده سؤال مهم جدا في الام اس كيو. سكين وسكيتال ماسل، ممكن سكيتال ماسل يجيبها لك بطريقه ثانيه، اللي هم الليمز والابدومينال والثوراسيك وول، وثلاثه جوه تحت بعض، فنتريكل وسبلين وادرينالاميدالا. قلنا البارا انابوليك ده قلناه. طب ان وات واي انابوليك؟ بيشغل الجهاز الهضمي كده، بيزود الانرجي برودكشن. اربع عصب من الخمسه، العصب 7 و9 بتوع اللعاب، 10 اللي هو مايسترو الجهاز الهضمي، والبلفيك هو بتاع البلفس، في واحد بس اللي هو الاوكر موتور مش بتاع بناء جسدي، انما برضو بناء، حتى قلتها بطريقه لطيفه، بناء ذهني بيساعدك على القرايه. مش هي دي، هو بيعمل بيوبيلي كونستريكشن، يبقى الضوء اللي يدخل عينك يبقى قليل، يبقى يديك فرصه احسن في النوم. لما بتيجي تنام تقول لهم طفوا النور. الاوكل موتور بيقفل كميه الضوء اللي بتدخل جوه العين، بيعمل بيوبيلي كونستريكشن، يديك فرصه تنام، يبقى يقلل استهلاك القرش اللي بنوفره كاننا كسبناه. يبقى البارا تعتبر انابوليك لسببين، لانها بتزود الانرجي برودكشن في الجهاز الهضمي، الانتاج في الجهاز الهضمي، وتمنع الاستهلاك في حتتين. البيبيلي كونستريكشن بيساعدك على النوم، والفيجاس بيقلل هارت ريت اللي هو العضله اللي بتنقبض من المهدي الى اللحم، يبقى اللي هي اكتر عضله بتستهلك طاقه، فبيخلي عدد الانقباض قليل، يبقى يوفر انرجي كونسامشن. السؤال الثالث في الام اس كيو، البري جانجلونيك سمباثيتك اللي بيدخل في الجانجليا، قصاده ثلاث احتمالات، انه يريلي يعني يتحول لبوست جانجليونيك اهو في نفس الجانجل، ادي اول احتمال لو كان الاورجان رايح لقريب. طب افرض كان رايح لاورجان بعيد، يبقى يعدي في الجانجليا من غير ما يتحول لبوست جانجليونيك، من غير ريلي، ما هو ريلي يعني تحول، يعدي في الجانجليا ترافيرس بس من غير ريلي، ترافيرس زوت ريلي لحد ما يوصل للجانجل قريبه من الاورجان يعمل ريلي. يبقى ممكن يعمل ريلي في اول جانجل دخلها
وممكن يعدي فيها بس ويعمل ليه في الجانجل القريبة من الأورجان. وطبعا الغرض مفهوم ان يبقى عندي لونج بري جانجليونيك اللي هو بي اللي هو مايلينيت اللي هو سريع، وشورت بوست جانجليونيك اللي هو بوست اللي هو نون مايلينيتد سي بطيء. تالت احتمال لو كان رايح للجهاز الهضمي، لا يدخل الجانجليا بتاعت اللاترال جانجليا ويسيبها، يسيب كل السمباثاتيك تشين ويروح للكولاترال جانجليا اللي هو السيلياك والسوبيرو ميزنتريك في حاله الابدومن والانفيرو ميزنتريك في حاله البلفس. يبقى البري جانجليونيك سمباثاتيك عنده ثلاث احتمالات، يريليف في اول جانجل ندخلها، يعدي بس ويريليف في اقرب جانجل الاورجان ده ثاني احتمال، او يعدي بس ويريليف في كولاترال جانجل ده ثالث احتمال. السؤال اللي بعد كده قلناه يا اولاد، قلنا ان السمباثاتيك جانجليون بتبقى معلقه في السباينال نيرف بجزيرين، الاولاني بيبقى بري جانجليونيك مايلينيتد يعني حواليه مايلين شيس فات لونه ابيض يبقى وايت تريمس، والتاني بيبقى بوست جانجليونيك امايلينيتد مفيش حواليه فات فبيبقى جراي ريمس. ده فقط في حاله السمباثاتيك جانجليون معلقه بجزيرين في السباينال نيرف. وقلنا اوريدي السباينال نيرف ماسك في النخاع الشوكي بجزرين، الوراني البوستير والدورسال في سنسوري او افرن، والقداماني اللي هو الانتيرو او فنترال في موتور او افرن. يبقى السباينال نيرف معلق في السباينال كورد بجزرين، الجانجل معلقه في النيرف بجزيرين، الاولاني بري جانجليونيك حواليه مايلين شيس لونه وايت، والتاني اللي هو البوست جانجليونيك امايلينيتد بيبقى لونه جراي. وبكده يا اولاد يبقى خلصنا مراجعه الاوتونوميك نيرف سيستم من وجهه نظر الام اس كيو. ومره اخرى بقول لكم تسمع المحاضره مره او مرتين، هتحل اي سؤال وورد وايد في الاوتونوميك نيرف سيستم وهو من البرانشز الصعبه. طيب في واحد ما حلتوش او اتنين، هتجمع وجنبيك ورقه تقول اه السؤال رقم كذا نمره ايه او بي جاوبته غلط، كل واحد قلت هيعتمد على المصدر الاساسي بتاع جامعته، كتاب القسم او اي مصدر بتعتمده عليه. تسجل اللي معرفتوش، اللي معرفتوش تعمل حاجتين فيه، تسجله كويس، تشوف المعلومه النظري ليه انت غلطت فيه، ايه المعلومه اللي كانت فايت عليك، اذا عرفتها من اول وهله انت ليه غلطت وخلاص جت في دماغك مفيش داعي ترجع، وتجمع اللي غلطت فيه تعيده تاني، فقط اللي غلطت فيه، لو غلطت فيه تاني مره تعيده تالت. انا فاكر لما كنا اطفال بيدونا الاملاء، كانوا يدونا الاملاء كالاتي، غلطنا في خمس كلمات مثلا في الاملاء ما يعودناش الفقره كامله الخمسه اللي غلطنا فيهم، طب غلطنا ستيل في واحده نعيد تاني الواحده اللي غلطنا فيها لحد ما يبقى مفيش خطا. وفي الاخير اشكركم على وقتكم، واتمنى اكون افدتكم، ولم يبقى إلا الدعاء بالتوفيق، وفقكم الله، شكرا